ولنقاش ملف الاتهامات الموجهة للبعثة الأممية في اليمن، والاتهامات حول الانحياز إلى ميليشيا الحوثي، وتقارير التي تجاهلت انتهاكات الميليشيا في اليمن. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها باستبدال أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين في اليمن. كيف يمكن تقييم مهام البعثة الأممية في ظل هذه الانتقادات الموجهة إليها؟ أنا باعتقادي مثل هذه الاتهامات للبعثة الأممية هي تأخرت كثيرا، كان يفترض أن يتم البث فيها منذ زمن طويل باعتبار المسار الذي اتخذته هذه البعثة كان مسارا انحيازيا واضحا لميليشيات الحوثي، وتجلى هذا الانحياز في كثير من محطات الصراع في اليمن ابتداء من القرار الدولي 2216 الذي تم تجاهله والقفز فوقه، وبالعودة إلى مسار ستوكهولم وهو مسار كان واضحا فيه الانحياز الكلي للبعثة الأممية لميليشيات الحوثي، حيث عملت هذه الميليشيات على إيقاف المعركة على تخوم مدينة الحديدة وإيقاف معركة التحرير وتسخير كل إمكانيات المنظمات الدولية والعاملة والإغاثية في مدينة الحديدة لصالح جماعة الحوثي، وبالتالي لم يعد من الخفية الدور الخفي والدور الواضح أيضا، ليس فقط الخفي إنما الواضح لهذا البعثة الأممية بقيادة جريفيث وانحيازها التام لميليشيات الحوثي وتسخير كل المنظمات الدولية في هذا السياق. لكن ما مصلحة هذه البعثة الأممية في محاباة ميليشيا الحوثي، خاصة وأن البعثة مقيدة بمهام أممية إنسانية محايدة وموضوعية؟ البعثة الدولية بالأخير هي ليست جماعة محايدة، هي ورقة من أوراق القوى الدولية ذات المصالح الغير مشروعة في المنطقة العربية، هي تخدم أجندات واضحة، هناك ارتباطات للوبي الإيراني في هذا المسار، ارتباطات للوبيات الضغط الدولية الإيرانية البريطانية، وكلها تدفع بتمكين الأقليات الطائفية في العالم العربي، وفي هذا السياق تأتي وظيفة جريفيث وانحيازاته الكبيرة لجماعة الحوثي. ماذا عن الصراع القائم حاليا بين الميليشيات حول المساعدات والتمويل الذي يتلقونه من المنظمات الدولية في اليمن؟ هذا واحد من الملفات العديدة والكبيرة في فساد ميليشيات الحوثي التي استحوذت على كل أموال المساعدات الدولية منذ بداية الأزمة حتى الآن، فضلا عن نهب وسرقة كل مقدرات الدولة التي سطت وسيطرت عليها في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المحافظات، وبالتالي ملف الفساد في هذه الجماعة ملف كبير وكبير جدا، ويتخذ لتصفية حسابات وصراعات الأجنحة بين هذه الجماعة مع بعضها البعض. أما من حيث الفساد فالفساد كبير جدا، ولا يستطيع أحد أن يحصي إمكانية أو حجم هذا الفساد الذي تعيش فيه جماعة الحوثي وكل المنتمين لهذه الجماعة. كيف يفسر تغييب اللجنة الأممية لجميع الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على العدالة الانتقالية وشفافية الأمم المتحدة حاليا في اليمن؟ باعتقادي كشف الملف اليمني بصورة جلية واضحة انحياز جماعة. هل لازلت معنا أستاذ نبيل البكيري؟ يبدو أننا فقدنا نعم تفضل أستاذ نبيل إذا كنت لازلت معنا. فقدنا الاتصال للأسف مع الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري.